يا شيخ، هل جواز الرقية، هل الرقية بكتابة آيات من القرآن مما فيها التي تذكر السحر، ببل هذه الآيات كتابتها ثم بلها في الماء حتى تبوش ثم الاستحمام بالماء؟ ما في رقية إلا بالتلاوة. في السنة لا رقية إلا بالتلاوة، أما الكتاب ومحو الكتاب بالماء هذا يكون في بعض العلماء، ولكن لم نجد له أثرا في السنة. نعود للموضوع السابق، الحياة في حديث المعراج عندما فرض الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعه سيدنا موسى، يعني كيف لا كيف بارك الله فيك، الأمور الغيبية خذوها قاعدة واستريحوا. لا كيف في المغيبات، وحسبك أنك تصر فتقول كيف، غيرك بلف وبدور بيحكي كلام طويل بس بينتهي إلى الكلمة اللي أنت قلت عنها. كيف؟ لا كيف في المغيبات، الإيمان المطلق بس بدون تكييف، لأنه عالم ما وراء المادة كما يقول اليوم، ما وراء العقل لا يقاس عليه، حياتنا هذه المادية والعرش والعرش أيضا. تفضل.